عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا ل تشير بيرسونز، وانا بكلم حضراتكم على الايمجينج بتاع الكورونا فيروس. طبعا عشان وقت الصلاة وكده، وانا كنت حاسس ان صلاة الجمعة تضيع علينا، لكن ما جراش حاجة ان شاء الله. الكورونا معروف باسم الكورونا علشان الكراون اللي بيبقى موجود عليه تحت الميكروسكوب الإلكتروني، وهو one of the RNA series viruses، والحجم بتاعه حوالي 50 إلى 140 نانو مليمتر أو نانو مايكرون، وهو ما وصل إلى 223 بلد وأثر على 178 مليون واحد وموت حوالي 4 مليون شخص. مشكلة الكورونا أنه عنده ميوتيشنز كتيرة جدا، وده كل الناس عارفة دلوقتي، أن الأول واحد كان اسمه ألفا، ودلوقتي بقى فيه بيتا وجاما ودلتا، ولسه في واحد جديد طالع من شوية. والدلتا ده آخر واحد كان شافوه في الهند وكده، لكن في حاجات تانية هيعلن عنها قريبا أو تقريبا أعلن عنها. بالنسبة للبيتا فهو ليه علاقة بالوطويط، والجاما والدلتا ليهم علاقة بالإيفيان سبيشيز وكده. زائد ان الميوتيشنز المعروفة في البيتا لحد دلوقتي 9، والمعروفة في الجاما حوالي 10. تقريبا 7 فيروسات معروفين في الوقت الحالي للكورونا، و تقريبا هو مسؤول عن 10% من الريسبيراتوري سيمتومز اللي معروفة في الوقت الحالي. الـ WHO قالت إن في حاجة اسمها variants of interest، وديت مجموعة من الفيروسات المكتشفة والwell documented اللي هي بتساعد الكورونا أصلاً في الشغل بتاعه. وقالوا إن الفيروسات ديت ممكن تenhance the transmissibility بتاعت أو الفيريلنس بتاع الفيروس، أو تبوظ الإفكتس اللي معمولة علشان تلمت الإكستنشن، أو تبوظ أو كح عليها شخص عنده كورونا، بيفضل الكورونا فيروس صاحي لمدة 72 ساعة، ولو درجة الحرارة 20 درجة بيفضل لحد 28 يوم ناس قدرت تلاقيه وهو لسه صاحي على هذه السيرفيسز. عارفين ان حوالي 25% من الناس بيبقوا عندهم كورونا وهم توتالي اسيمتوماتيك، وبعض الناس بتبقى سيمتوماتيك، والسيمتومز المشهورة جدا هي الفيفر والكاف والشورتنس اوف بريث، والحاجات اللي مش مشهورة قوي زي السور ثروت والانوزميا والنوزيا وخلافه. الاولد سترين كان مشهور جدا بالحرارة والكحة والديستربنس بتاع السميل والتيست، اما النيو سترينز اللي هي اكتشفوها ريسنتلي فليها علاقه ببعض الحاجات التانيه زي الايكس، زي الدايريا، زي ابنورماليتيز في السكين، كونجنكتيفا والهيدك. المعامل المعروفه جدا في الكورونا هي الاشهر ثلاث حاجات، هم الليمفوبينيا والاليفيشن بتاع السي رياكتيف بروتين والاليفيشن اوف ذا كاردياك انزيمز. الوسائل المتاحة لتشخيص الكورونا فيروس عن طريق الأشعة هم الشيست اكس راي والألترا ساوند والنون كونتراست سي تي، وكونتراست سي تي لو كنا بندور على بالمونري امبوليزم، وطبعا الام ار اي كل الناس عارفة انه ملوش دور، وكذلك البيت سكان ملوش دور في الموضوع. الشيست اكس راي تعتبر اوف لو سنسيتيفيتي، والناس اللي عندهم مايلد ديزيز الاكس راي بتطلع نورمال، الناس اللي عندهم سيفير ديزيز الاكس راي بتطلع البطش اللي حضرتكم شايفينها ديت اللي هي بيسموها كونفلوينت اوباستيز او باتشي ارياز اوف كونسوليديشن. وجود البلورال افيوجن ما كانش معروف في الفيروسز الاولانيه لكن معروف في الوقت الحالي. الالترا ساوند واحد من عمالقه الاشعه،
واللي ليه دور جبار جدا في الايمجينج اوف ذا تشيست، بروفايدد ان يوجد من يتخصص في هذا وانه يكون يعني خبير بالموضوع. الالترا ساوند ميزته جباره جدا ان هو بورتابل، ان هو ارخص من اي نوع تاني من الاشعه زي السي تي والام ار، ان هو ريال تايم، انه ما فيهوش اشعه، انه ما عندوش تحضير، انه عنده دوبلر فاسيليتي، انه بيتعاد ببساطه ويستخدم في الفولو اب ريبيتابل يعني ميني تايمز. وطبعا كلكم عارفين دلوقتي موضوع الراديشن اكسبوجر، وان كل الناس بتولول علشان خاطر ما نعرضش اي حد سواء كان كبير او صغير، بالذات الاطفال، لاشعه بالذات في السي تي من غير لازمه، لان كل اجهزه المالتي ديتكتور السي تي الموجوده في السوق بتغرق المريض بالاشعه، والراديشن دوز فيها اعلى بكتير جدا جدا من الراديشن دوز بتاعت الاجهزه القديمه، بالرغم من ان الاجهزه الحديثه سريعه جدا، ودوت ملوش علاقه بوقت التصوير. لما طلع الكورونا ابتدى الناس تتكلم على الجراوند جلاس، ولدرجه ان معظم الناس زهقت، وكل الناس يقول لك ايه هو ومفيش غيره وحاجات زي كده. إلى عهد قريب كان الجراوند جلاس بيعتبر حاجة بيسموها سب راديولوجيكال تيرم، يعني لا ينم عن تشخيص معين إلا في بعض الأحيان الاكستريملي ليميتد، زي إن الواحد يكون عنده إيدز مثلا أو إميون ديفيشنسي فيقولوا ده عنده نوموسيستيك جيروفيشي، أو يكون عامل ترانسبلانتيشن لللنج فيقولوا إن اللنج ديت بتريجكت. لكن الجراوند جلاس دلوقتي يعتبر باترن من الخمسه باترنز بتوع الديفيوز لونج ديزيز، اللي هم الجراوند جلاس والريتيكولر والالفيولر والميلياري والسيستيك باترن. وبقى ليه ديفرنشال دايجنوزس بالنسبه للاكيوت، حاجات كتيره زي البالمونري ديما والفيرال نمونيا والبالمونري هيموريج والاكيوت ايزينوفيليك نمونيا، وفي الكرونيك طبعا في برضه ليست اوف ديفرنشال دايجنوزس. الحقيقه في الوقت الاخير طلع بعض الجايد لاينز، او يعني كتير جدا من الجايد لاينز، لكن اللي بتهم الاشعه هي اللي طلعتها لارس ان ايه، اللي هي الراديولوجيكال سوسايتي اوف نورث امريكا، وهي الهدف بتاعها انها تحاول توحد الكلام اللي مكتوب في التقارير، ونبعد عن الخزعبلات والتهيؤات والحاجات دي. فقالت يا جماعة الخير احنا عندنا أربعة باترنز للكورونا فيروس في الأشعة. نمرة واحد typical appearance، نمرة اتنين indeterminate appearance، نمرة تلاتة atypical appearance، نمرة أربعة negative for infection. التيبيكال ابيرنس اللي هو معروف باسم الجراوند جلاس، والجراوند جلاس يعني غباشه زي الازاز المصنفر موجوده في اللنج شمال او يمين او بايلاترال بريفيرال وبيزل. الحاجات الجديده كلها ملهاش دعوه بالديستريبيوشن ده، كلها معظمها يعني بنشوفه في الابر لوب وبنشوف في نص اللنج وحاجات زي كده، فطبعا البرزنتيشن اختلف شويه. الانديترمينت اللي هو زي ما حضراتكم شايفين باتش واحده قريبه للكونسوليديشن اكتر منها للجراوند جلاس، لكن في وجود بوزيتيفيتي للبي سي ار بنعتبر ان دوت تبع الكورونا. اما المنظر اللي حضراتكم شايفينه اللي هو بطش بطش خفيفه قريب قوي من البرونكونومونيا، فاحنا في ظل البانديميك اللي احنا فيها ما بنقدرش نستبعد ان دوت كورونا، وبنطلب من الكلينيشنز ان هم يسبورت التشخيص بتاعنا بالمعامل والحاجات اللي زي كده. الكونسوليديشن والاير برونكوجرام اللي هو الخط الاسود اللي ماشي جوه الاوباسيتي دوت، ده علامه من علامات النمونيا بتاعت زمان. الكورونا فيروس لو واحد معروف ان عنده كورونا وجاله كونسوليديشن ويعتبر ان ده جزء من كومبليكيشنز، لكن في البيدياتريك ايج بيعتبروا ان الكونسوليديشن واحد من الاسينشال فايندز. عندنا بعض الحاجات اللي ممكن تلخبط الدكاترة، لأن إحنا في الوقت الحالي أي واحد بيكتب CT of the chest حاطط في دماغه إن هو كورونا،
فبيروح على طول رزع التقرير بغض النظر، يعني لسه حد عنده برايمري مالجنسي وعنده ميتاستاسيس في اللنج وبعدين نكتب حاجة تانية. في حاجة اسمها سينايل بالمونري تشينجز، الناس الكبار في السن عندهم بيزر ريتيكوليشنز وعندهم بيريبرونكيال ثيكنينج وعندهم جراوند جلاس ابيرنس، ملهاش دعوة خالص مطلقا بموضوع الكورونا. في بعض الأحيان لما يجي المقطع جنب أوستيوفايت أو قريب من الدايفراجمات القابلة بيعمل غباشة جنب الأوستيوفايت، وديت بتبقى ميس انتربريتد على إن هي جراوند جلاس أوباستي وتتحسب على إن هي كورونا، which is wrong. بعض الناس الكبار في السن لما ينام على ظهره يحصل زي السيدمنتيشن كده أو بريسبتيشن للسكريشنز اللي موجودة في اللنج، فيبان جراوند جلاس في الحتة اللي من ورا، ودوت غير حقيقي، لان لو احنا قلبنا المريض في الكورونا البوزيشن، وده طبعا ما بيحصلش علشان الحالات كتيره والزحمه والكلام ده كله، لكن لو قلبت البيشنت دوت في الكورونا البوزيشن تلاقي ان اللنج بيز بقت ما فيهاش حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده. And this is what we call sedimentation opacities او dependent opacities which is not considered تبع الكورونا. سبع فايندينجز الكورونا موجودين اللي هم الجراوند جلاس، كونسوليديشن اير برونكوجرام، ريتيكوليشن، كريزي بيفنج، سب بلورال لاينز، برونكوفاسكولار ثيكنينج، تراكشن برونكيكتسيز، وان الاوباستس غالبا بتكون بايلاترال وبيزل، ودوت زي ما قلت ما هواش الواقع الحالي. ده اكزامبل للجراوند جلاس اوباستس بانواعها المختلفه، وده اكزامبل للكونسوليديشن. الكونسوليديشن مشهور جدا بوجود خطوط سوداء مليانه هواء جواه اللي احنا بنسميها الاير برونكوجرام. وده اكزامبل للسب بلورال لاينز اللي هي تعتبر واحد من الاسينشال فايندينجز في الوقت الحالي، وان هي موجوده في حوالي 20% من الناس بتوع الكورونا. وده اكزامبل للريتيكولار باترن او البيزل ريتيكوليشنز، وبرده جزء من الفايندينجز في الكورونا. الكريزي بيفنج اللي هو سداسيات، انا بس الماوس مش مساعدني، لكن في سداسيات هنا في اللنج اوف جراوند جلاس فيلينج متحوطه بثيكنينج. الثيكنينج دوت اللي هو الثيكنينج اوف انترستيشال سبيسز مع الجراوند جلاس اوباستس بيعمل ما يسمى ب كريزي بيفينج، ودوت بيعتبر في عرف الاشعه از بيك ستيج، يعني قبه البروجريشن بتاع الديزيز. بعض الحاجات الانسيلري فايندنجز اللي هي مش كومنلي سين ان ذا كلينيكال براكتس زي النوديولز، وزي ان النوديولز تبقى متحوطه بهيلو كده اللي بيسموها ذا هيلو ساين. طبعا البريزنس اوف بالمونري امبوليزم احد العلامات الرئيسيه بتاعه الكومبليكيشنز، وانا مش محتاج اقول بس انا مضطر ان بعض الكلينيشنز بيبعت لنا ناس عشان تعمل بالمونري سي تي انجيوغرافي ويقول له اوعى يحقنوك صبغه، فطبعا احنا يعني بنبقى مش عارفين نتصرف ازاي وكده، وبنحاول نقنع فيه ونحاول نوصل للطبيب المعالج، لكن ده بيحصل في الكلينيكال براكتس وانا مش لاقي له تفسير، لكن حبيت اقوله لحضراتكم. البريكارديال افيوجن وان اوف ذا باد ساينز في الكورونا لو كان موجود، طبعا بلورال افيوجن دلوقتي ما هوش يعني علامه سيئه جدا، لكن البريكارديال افيوجن هو المش كويس. في الاخر خالص انت عندك سيمتومز بتاعه الكورونا اللي هم الكومن سيمتومز المعروفين، تتصرف ازاي؟ هل تعمل التحاليل الاول ولا تعمل السي تي؟ في خناقه ما بين الكلينيشنز والمعامل والراديولوجيست وكده، مين اللي يبتدي بيه؟ بغض النظر ابتدي بالاثنين. الاثنين بيسبورت ايتش اذرز، زائد طبعا البي سي ار تيست. ليه بتعمل سي تي؟ السي تي يا جماعه الخير مش عشان التشخيص، ولكن از ا بيز لاين فور سسبكتد كومبليكيشنز، ودي نقطة مهمة جدا، ان السي تي لابد ان يستخدم في اضيق الحدود علشان خاطر الراديشن اكسبوجر الناجم عنه بالذات في الاطفال.
وبالتالي اذا انا عملت السي تي وطلع بطشتين ثلاثه زي ما بيحصل دلوقتي، بيجي واحد بعد اسبوعين يعمل فولو اب سي تي عشان يشوف البطشه راحت ولا لسه ما راحتش. اند ذس از ابسولوتلي رونج، سواء من الكلينيشن او من المريض نفسه. انت بتعرض نفسك لاشعه انت مش قادر تحسب كميتها وفور ناثينج. طالما الواحد كويس والكلينيكال بتاعه جود، نو نيد ات اول ان هو يعمل سي تي فول اب. وامتى يعمل تعمل السي تي فول اب؟ لما تحصل الكومبليكيشنز. اقول لحضراتكم على الكومبليكيشنز المتوقعه. لما طلعت الكورونا ابتدت الناس تفن زي في كل حاجه من الديزيزز، لازم كوراد ومش عارف مين وبليل وارقام وجداول والكلام ده كله. الأرس إن هي قالت يا جماعة الخير الحاجات ده هي كلها ما هياش يعني يعتد بيها، لسبب بسيط إن الاختلاف وجهات النظر. أنا عاوز أقول الأوباستي دي 25% من اللانج، وغيري شايف إن هي 30 وغيري شايف إن هي 50. And this is subjective. زائد إن هي ليها background of bias. العيان ده هو قريبي وانا مش عاوز اطلعه 70%، انا عاوز اطلعه 30% وافرق احرق في التقرير علشان يطلع كده. خلاصة القضية ان احنا عندنا 4 grades للكورونا، غير الاسيمتوماتيك اللي هو ما بيشتكيش من حاجة وعنده بي سي ار. المايلد ديجري الناس عندها سيمتومز ما عندهاش حاجة في الاشعة. المودريت ديجري عندها سيمتومز وعندها مشكله في الاكسجين ساتوريشن. السيفير ديجري عنده سيمتومز وعنده مشكله في الاكسجين ساتوريشن وعنده اوباستس في اللنج اكتر من 50%. حساب ال 50 وكده سهل، انك انت شايف الاوباستز قد ايه في اللنج وتقدر تقول نص اللنج ولا لا. لكن 20% 30% 5% ديت شغلانه صعبه. والجماعه الكريتيكال اللي هم دخل في اكيوت ريسبيراتوري ديستريس، وطبعا الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس بيتقسم طبقا للارتيريال بارشي الاكسجين بريشر الى مايلد ومودريت وسيفير. الحاجات اللي بتضاعف الإفكت بتاع الكورونا فيروس على الجسم هم السن الكبير، وجود كوموربيديتيز زي الكارديوفاسكولار، زي الديابيتس، زي كرونيك ريسبيراتوري ديزيز من الأول، هايبرتنشن، اند ذا اميونيتي ستيتس بتاعت العيان. تعمل سي تي ولا ما تعملش فور فول اب؟ ما تعملش. امتى تعمل سي تي فور فول اب؟ لما يحصل ان المريض بيديتيريوريت. لكن طول ما هو كويس ونفسه بيتحسن والحرارة بتتحسن كل حاجة، there is no need. ومحدش يعتقد ان الباتشز بتاعت الكورونا ممكن تروح completely or absolutely. And this is يعني حاجة نادرة الحدوث، أنا شخصيا شفتها كده. لكن there are some effects of the coronavirus on the tissues of the lung. And there will be remaining patchy areas of consolidation and fibrosis. وده ممكن يستمر 6 شهور أو أكتر. And أنت مش محتاج قوي تبص عليه بالـ CT. المضاعفات بتاعه الكاردياك افكشن اشهرها هو البريكارديال افيوجن، لكن في مشاكل كتيره جدا زي الانفاركشنز زي الهارت فيلير زي المايكاردايتس زي الاريزمياز، ودوت كله معتمد على وجود الكوموربيديتيز اللي احنا اتفقنا عليه. الهيماتولوجيكال افكشن اوف ذا كورونا فيروس، منها طبعا من الحاجات المشهوره جدا الليمفوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا، لوكوبينيا، والاليفيشن اوف ذا سيدمنتيشن ريت، والاليفيشن اوف سيري اكتيف بروتين، واللاكتيك ديهايدروجينيز. الافكت بتاع الجي اي في الوقت الحالي 20% من الناس بيجي لهم دايريا وفوميتنج وانوركسيا وابدومينال بين، بعض الناس بيجي لهم اكيوت ميزنتريك اسكيميا او بورتال فين ثرومبوزس زي ما الدكتوره صباح قالت لحضراتكم. بالنسبه للرينال افكشن هم معتبرين ان ده وان اوف ذا موست كومن سيكولي اوف كورونا فيروس، وبيسموه اكيوت كيدني انجري اللي هو بيحتاج في الغالب الى
انك انت تسابورت المريض بنوع من انواع الدياليسز. الحاجات التانية زي البروتونوريا والهيماتوريا والهايبر كاليميا والهايبوناتريميا وبعض الميتابوليك اسيدوز. دي نقطة مهمة، الناس اللي جالها كورونا فيروس ممكن الجلد بتاعها يبقع ويطلع حاجات تشبه الارتكاريا وحاجات تشبه الزيكرا الراشز وحاجات زي كده. فالناس اللي هي مش عارفة المعلومة دي بتتخض جدا، لأنه مرة واحدة بيلاقي الجلد حصل فيه بقع، يبص على كتفه يلاقي يعمل كده وبتاع، مش عارف سبب الحكاية دي، ونقعد بقى يلف حوالين نفسه وحوالين الأمراض الجلدية علشان خاطر خايف لحسن يكون دي حاجة من الحاجات الخطيرة. طبعا الاندوكرينولوجيك افكشن ليه علاقه بوجود الديابيتس، والديابيتس بيأثر على الاميونيتي وبيزود الكومبليكيشنز. والحاجات النيورولوجيك طبعا اللي هي ويل استابليشد لحد دلوقتي، الانوسميا والهيدك والستروك والامبيرد كونشس ليفل والسيزرز والانكفالوباثي. ثانك يو فيري ماتش.